المرة واللي عادنا على هيلة تي في واخيرا رجوعها اليوتيوب. طمرت من هيلة، فهيلة هي يوتيوبر سورية جات بسوق هي أكبر يوتيوبر عربية، ولكن للأسف قطعت عن اليوتيوب تقريبا فترة مدة 3 سنين. وبعد كل هذه 3 سنين مبارحة نزلت مقطع على قناتها باليوتيوب، وهذا المقطع رجعت هيلة تي في، وبدخل المقطع كل اللي راح تشوفوه مجرد استرجاع ذكريات مقاطعها السابقة، وآخر شيء تختم المقطع بكلمة هيلة رجعت وعلامة استفهام. أصرت أحسب رأيي إنه يب هيلة أخيرا رجعت لليوتيوب، فإن شاء الله ألف مبروك على هذه العودة، ولكن سويت هذا الغموض عم شوية رجع التفاعل، فاكتبونا يا حبابكم إذا كنتوا فرحانين بعودة هيلة. الخبر الثاني عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر، فأول يوتيوبر عدنا هو نور مارف، نور ما نزل على سبب الانستغرام شوية ستوريات، وبهذه الستوريات كان يعلم من خلال انه راح ينزل مقطع باكر على قناة الساعة بالأربعة، وهذا المقطع راح يكون له علاقة بالسيارة، تعطيكم الستوريات تشوفوها. فيديو بكرة راح تشوفوه على اليوتيوب، راح تشوفوا انه السيارة كتير ما وسخة هيك، بس انا والله غسلتها ومغسولة، فلا حدا يعيب علي بكرة، تمام؟ ها هي السيارة شو ما تقولوا مغسولة، تفرجوا انضف المستقبل. اما اليوتيوبر الثاني اللي عندنا فيه بيسان اسماعيل، فبيسان نزلت على سبب الانستغرام شويه ستوريات، وهذه الستوريات تقول بها انه اليوم مباشره راح تنزل مقاطع، وهذه المقاطع حتكون ناريه، حطكم الستوري تشوفوها. هيك راح انزله ان شاء الله اليوم، وراح نزلكم فيديو كمان بكره، يعني فيديو اليوم وفيديو بكره، راح اعوضكم بفيديوهين يومين متتاليين، بس بدي دعم خرافي على الفيديوهين. فاكتبوا لنا حبايب بالكومنتات المقطع منه متحمسين اكثر بين بيسان اسماعيل ونور مار. الخبر الثالث اللي عدنا عن هيلة تي في، ووصول قناتها باليوتيوب ل 8 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك واقبال 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايب انو تباركوا لها بالكومنتات على هذا الانجاز. الخبر الرابع اللي عدنا عن محمد جواني، ولكن للاسف ماكو اي خبر جديد عليه غير مجرد تسريب صوتي جديد. البيسان ام هو بيوريكم كميه الحقد اللي بداخلهم تجاه محمد جواني، وشو يريدون يسجنوه باي طريقه، وهذا يعكس كلامهم بالمقابل لما صار يقول انه احنا ما عدنا حقد على احد، بوريكم كميه التناقض بهذا الفويد احط لكم اياه. اسمعوا. لو انه بالمانيا مستعد يوكل محامي 10000 دولار. لا لا مو لو انه بالمانيا، وين مكان انا اول ما انزل على تركيا رايحه على الشرطه وشاكي عليه، لانه انسان كمان. اي تسجيل صوتي الي لبنتي لاي حدا، وحياة الله لو بدي ادفع كل مصرياتي للمحاميين ما دخل محامي. فاكتبوا لي حبايبكم انت شاركوا بكميه التاخذ اللي سمعتوا، لما بالمقابل يقولون هم ما عندهم حقد على احد، وبعدين هنا يقولون يريدون يسجنوا باي طريقه. الخبر الخامس اللي عدنا عن المتابعين وكشف عن حقيقه بيسان اسماعيل وخفاها الجواني بالسجن من الكومنتات اللي عدها، ما نسي عن السبب، فصراحه ما ادري يمكن بيسان لها علاقه بالموضوع، فلا خفيت تكشف الحقيقه. اما بالنسبه للدليل اللي وقع مقطع نزلوه نزل بعد التعليقات، وراح نكتب اسم جواني بالسجن او بيسان تسجن جواني، بعدين راح الكلمه تحت تثون عمل في التعليق وتعليق الاشخاص على خوارايا، بعد ما فضل زين راح اغير الحساب واشوف هل التعليق راح يطلع للناس او لا، بعد ما غير الحساب ونزل بعد التعليقات وراح نعلق الكلمه تحت ولا راح تشوفون التعليق ما ظهر، ولما تعليق هذول الاشخاص الثانيين ظاهر. فاكتبوا لي احباب بالكومنتات شاركوا بحركه بيسان واخفوا هذه الكلمه. وبس والله وصلت المقطع، من المقطع عجبكم تحطوا لايك، اشتركوا بالقناه، شاركوا فيزي مقاطع من القصص، وبس مع السلامه.